السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. عنوان هذا الدرس الطرح في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999 التقنية الاعتيادية. إذا في هذا الدرس سنتعرف على التقنية الاعتيادية للطرح، وذلك في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. الحصة الأولى والثانية والثالثة. إذا لنبحث جميعا. اشترى والد سامي الجهازين في موسم التخفيضات. نحيط أقرب عدد إلى الثمن الجديد لكل جهاز. إذا والد سامي اشترى جهازين، الجهاز الأول والجهاز الثاني. الجهاز الأول كان ثمنه قبل التخفيض 2799، بعد التخفيض أصبح 2189. ثم الجهاز الأول قبل التخفيض كان ثمنه 3700، بعد التخفيض صار ثمنه 2975. إذن ألف، أحيط أقرب عدد إلى الثمن الجديد لكل جهاز. إذن ثمن التلفاز، ما هو العدد الأقرب إليه؟ هل هو 2000 أم 3000 أم 4000؟ ثم ما هو أقرب عدد إلى ثمن غسالة الأواني؟ هل هو 3000، 2000 أم 1000؟ ثم الفرق الثمنين، مجموع الثمنين. ثم باء، نحسب مبلغ التخفيض في الجهاز الأول، نكتب الثمن القديم ثم الثمن الجديد، ثم نحسب مبلغ التخفيض في الجهاز الأول والجهاز الثاني. ثم جيم، نحسب ما أداه والد سامي لصاحب المتجر. يعني ما هو الثمن الذي أعطاه والد سامي لصاحب هذا المتجر لقاء شرائه غسالة الأواني والتلفاز؟ إذن ثمن التلفاز هو بعد التخفيض هو 2975. إذن ما هو العدد الأقرب إلى 2975؟ هل هو 2000 أو 3000 أو 4000؟ إنه العدد 3000. ثم ثمن الغسالة بعد التخفيض صار ثمنها 2189. إذن ما هو العدد الأقرب إلى ثمن الغسالة؟ هو 2000. إذن فرق الثمنين أي 3000 ناقص 2000 سيعطيني 1000. مجموع الثمنين 3000 زائد 2000 تساوي 5000. باء، نحسب مبلغ التخفيض. إذن في الجهاز الأول، نبدأ بالجهاز الأول، كان ثمن التلفاز 3700، صار ثمنها بعد التخفيض الثمن الجديد 2975. إذا لحساب مبلغ التخفيض أضع عملية الناقص الطرح. إذن 0 ناقص 5 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 5 تساوي 5. ثم 0 ناقص 8 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 8 تساوي 2. ثم 7 ناقص 10 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 17 ناقص 10 تساوي 7. ثم 3 ناقص 3 تساوي 0. إذن مبلغ التخفيض في الجهاز الأول الذي هو التلفاز هو 725. إذن لنذهب إلى الجهاز الثاني وهو
غسالة الأواني. إذا المبلغ قبل التخفيض كان 2799، ثم صار بعد التخفيض صار 2189. لحساب مبلغ التخفيض نضع عملية الطرح. 9 ناقص 9 تساوي 0، 9 ناقص 8 تساوي 1، 7 ناقص 1 تساوي 6، ثم 2 ناقص 2 تساوي 0. إذا مبلغ التخفيض في الجهاز الثاني الذي هو الغسالة هو 610 دراهم. جيم، نحسب ما أداه والد سامي لصاحب المتجر. لحساب ما أداه والد سامي لصاحب المتجر نضع عملية الجمع. 2189 زائد 2975 تساوي 5164. إذا أدى والد سامي 5164 درهما لصاحب المتجر. Exercice 1. Je pose et j'effectue. J'ai deux opérations de soustraction. Je vais poser ces deux opérations dans le tableau et je les effectue. La première opération, 987 moins 214. La deuxième opération, 303 moins 95. On commence par la première opération. 987 moins 214 égale 7 moins 4 égale 3. 8 moins 1 égale 7. 9 moins 2 égale 7. Alors 987 moins 214 égale 773. On passe à la deuxième opération. J'ai 303 moins 95 égale 3 moins 5, impossible. Je retiens 1 et j'ajoute 1. 13 moins 5 égale 8. 0 moins 10, impossible. Je retiens 1 et j'ajoute 1. 10 moins 10 égale 0. 3 moins 1 égale 2. Alors 303 moins 95 égale 208. التمرين الثاني. قال عقا: أحد الأعداد التالية يساوي فرق العددين الآخرين. أتأكد بوضع كل عدد في المكان المناسب في الجدول. إذا هذا التلميذ عقا لديه 3 أعداد: 1038، 7025، ثم 5987. قال: إذا طرحت عددا من أحد هذه الأعداد سأحصل على العدد الثالث. إذا سنتأكد هل فعلا ما قاله عقا صحيح أم خاطئ. إذا عند الطرح نبدأ بأكبر هذه الأعداد. إذا العدد الأكبر في هذه الأعداد هو 7025 ناقص، نختار عددا مثلا 5987، ثم نجري العملية ونتأكد ها إذا حصلنا على العدد الثالث. إذا 5 ناقص 7 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 15 ناقص 7 تساوي 8. 2 ناقص 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 12 ناقص 9 تساوي 3. 0 ناقص 10 لا يمكن، أحتفظ
وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 10 تساوي 0، ثم 7 ناقص 6 تساوي 1. إذا تحصلنا على 1038، وهو نفسه هذا العدد. إذا ما قاله عقا صحيح. إذا لكي نتأكد جيدا، سنضع العدد الأول الذي هو 7025، سننقص منه العدد 1038. في المرة الأولى طرحنا من 7025 العدد 5987. الآن سنطرح من 7025، سنطرح منه العدد 1038. 5 ناقص 8 لا يمكن أحتفظ، وأرجع الاحتفاظ. 15 ناقص 8 تساوي 7. 2 ناقص 4 لا يمكن أحتفظ، وأرجع الاحتفاظ. 12 ناقص 4 تساوي 8. ثم 0 ناقص 1 لا يمكن أحتفظ، وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 1 تساوي 9، ثم 7 ناقص 2 تساوي 5. إذا تحصلت على 5987، وهو نفسه هذا العدد. التمرين الثالث: أحيط رقم وحدات الفرق دون وضع العملية. إذا لدي عمليات الطرح، أحسب وفرق الوحدات فقط وأحيط العدد الصحيح. لدي 650 ناقص 241، وحدات هذا العدد 0 ناقص وحدات هذا العدد 1. 0 ناقص 1 لا يمكن، سأحتفظ، ستصبح 10. 10 ناقص 1 تساوي 9، العدد الصحيح هو 9. ثم 3 ناقص 7، 3 ناقص 7 لا يمكن، سأحتفظ، ستصبح 13. 13 ناقص 7 تساوي 6. هنا لدي 326 ناقص 453. هذه العملية خاطئة. لماذا؟ لأن لدي عدد أصغر أطرح منه عددا أكبر، وهذا غير صحيح. 300 لا يمكن أن أنقص أو أطرح منها 453، هذه العملية خاطئة. ننتقل العددين إلى العملية الموالية: 702 ناقص 88. 2 ناقص 8 لا يمكن، أحتفظ، ستصبح 12. 12 ناقص 8 تساوي 4. التمرين الرابع: أضع وأنجزه. لدي عمليتين للطرح، سأضعهما عموديا وأنجزهما. العملية الأولى: 9287 ناقص 1198، والعملية الثانية: 9176 ناقص 989. إذا نبدأ بالعملية الأولى. لدي 9176 ناقص 989. 6 ناقص 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 16 ناقص 9 تساوي 7. 7 ناقص 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 17 ناقص 9 تساوي 8. 1 ناقص 10 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 11 ناقص 10 تساوي 1. ثم 9 ناقص 1 تساوي 8.
9176 ناقص 989 تساوي 8187. ننتقل إلى العملية الموالية. لدي 9287 ناقص 1198. 7 ناقص 8 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 17 ناقص 8 تساوي 9. 8 ناقص 10 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 18 ناقص 10 تساوي 8. ثم 2 ناقص 2 تساوي 0. ثم 9 ناقص 1 تساوي 8. 9287 ناقص 1198 تساوي 8089. التمرين الخامس، أبحث عن الأرقام الناقصة. إذا لدي عمليتين للطرح، لكن في هاتين العمليتين هنالك بعض الأرقام ناقصة. إذا سأبحث عن الأرقام الناقصة لكي تكون هاتين العمليتين صحيحتين. إذا نبدأ بالعملية الأولى. لدي 5 ناقص 2 تساوي 3. 5 ناقص 2 تساوي 3. ثم عدد ناقص 9 تساوي 1، إذا هو العدد 10، أي سأحتفظ بالواحد وأكتب الصفر. إذا هنا الصفر والواحد، أحتفظ بالواحد ستصبح لدي 10. 10 ناقص 9 تساوي 1، هنا احتفظت، إذا هنا سأرجع الاحتفاظ. 5 ناقص عدد أضيف إليه 1 وتعطينا 3، إذا هو العدد 1. 1 زائد 1 تساوي 2. 5 ناقص 2 تساوي 3. ثم عدد ناقص 0 تساوي 4، إنه العدد 4. 4 ناقص 0 تساوي 4. إذا تحصلت على 4505 ناقص 192 تساوي 4313. إذا ننتقل إلى العملية الموالية. هي 5 ناقص 5 تساوي 0. 4 ناقص 3 تساوي 1. 2 ناقص ماذا تساوي 1؟ 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 تساوي 1. عدد أطرح منه 2 فأحصل على 7، إنه العدد 9. 9 ناقص 2 تساوي 7. إذا تحصلت على 9245 ناقص 2135 تساوي 7110. التمرين السادس، أحسب المجموعة أو الفرق دون وضع العملية. إذا لدي مجاميع أو فرق، سأحسبها أفقياً دون أن أضع العملية عموديا وأنجزها، فقط سأكتفي بحساب المجموع أو الفرق أفقيا. إذا في العملية الأولى لدي 573 زائد 3000. إذا 3000 زائد 573 تساوي 3573. إذا لدي 4025 ناقص 2000 تساوي 2025. ثم 9600
ناقص 5000 تساوي 4600. Exercice 7. J'effectue les opérations suivantes. J'ai deux opérations de soustraction. Je les effectue. La première opération, 5015 moins 1978. La deuxième opération, 7888 moins 1099. Je commence par la première opération. J'ai 8 moins 9. 8 moins 9 est impossible. Je retiens 1, j'ajoute 1. 18 moins 9 égale 9. 8 moins 10, impossible. Je retiens 1, j'ajoute 1. 18 moins 10 égale 8. 8 moins 1 égale 7. 7 moins 1 égale 6. Alors 7888 moins 1099 égale 6789. On passe à la deuxième opération. J'ai 5015 moins 1978. 5 moins 8, impossible. Je retiens 1 et j'ajoute 1. 15 moins 8 égale 7. 1 moins 8, impossible. Je retiens 1 et j'ajoute 1. 11 moins 8 égale 3. 0 moins 10, impossible. Je retiens 1 et j'ajoute 1. 10 moins 10 égale 0. 5 moins 2 égale 3. Alors 5015 moins 1978 égale 3037. التمرين الثامن. ألاحظ العمليات الطرح التي أنجزها ثلاثة أطفال لحساب سن مخترع التلفزيون، ثم أحدد العملية الصحيحة بوضع علامة في القرص المناسب. إذن هذا هو مخترع التلفزيون جون لوجي بيرت، ولد سنة 1888 وتوفي سنة 1946. إذن لحساب عمر هذا العالم مخترع هذا التلفزيون، قام الأطفال الثلاثة بالعملية، أحمد وهبة وإيمان، لكن هناك من ارتكب أخطاء في هذه العملية. إذن سنحدد من الذي أجرى العملية بشكل صحيح. نضع أسفل العملية علامة في. إذا نبدأ بالتأكد من عملية أحمد. إذا 6 ناقص 8 لا يمكن أحتفظ، أرجع الاحتفاظ. 16 ناقص 8 تساوي 8. إذا أحمد لديه خطأ في العملية. 6 نتأكد من عملية هبة. 6 ناقص 8 لا يمكن أضع 1، وأرجع الاحتفاظ. 16 ناقص 8 تساوي 8. ثم 4 ناقص 9 لا يمكن أو سلف وأرجع السلف. 14 ناقص 9 تساوي 5. 9 ناقص 9 تساوي 0.
ثم 1 - 1 تساوي 0. إذن هبة هي التي أجرت العملية بشكل صحيح. التمرين 9، ألاحظ المسافة التي قطعها كل حلزون ثم أحسب المسافة التي لا زالت تفصلهما. إذا كان ما بين هذا الحلزون وهذا الحلزون مسافة 2500 سنتيمتر، فقطع الحلزون الأول مسافة 879 سنتيمتر، ثم قطع الحلزون الثاني مسافة 987 سنتيمتر. إذا نريد حساب المسافة التي لا زالت تفصل بينهما. إذا نبدأ بالعملية الأولى، 2500 أي المسافة الإجمالية ناقص 987 المسافة التي قطعها الحلزون الأول. إذا نجري العملية، 0 - 7 لا يمكن، أحتفظ بالواحد وأرجع الاحتفاظ، 10 - 7 تساوي 3. ثم 0 - 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ، 10 - 9 تساوي 1. ثم 5 - 10 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ، 15 - 10 تساوي 5. ثم 2 - 1 تساوي 1. إذن المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة هي 1513. إذا لكي أحسب المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، سأنقص العدد الذي تحصلت عليه من المسافة التي قطعها الحلزون الثاني. إذا العملية الثانية، 1513 ناقص 879. إذا 3 - 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ، 13 - 9 تساوي 4، 1 - 8 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ، 11 - 8 تساوي 3. ثم 5 - 9 لا يمكن، أحتفظ وأرجع الاحتفاظ، 15 - 9 تساوي 6. ثم 1 - 1 0. إذن المسافة التي لا زالت تفصلهما هي 634. إذن المسافة التي تفصل الحلزونين هي 634 سنتيمترا. التمرين 10، أكتب 8 بين رقمين من أرقام العدد 697 بحيث أحصل على أكبر عدد ممكن من 4 أرقام. أحسب مجموع وفرق العددين القديم والجديد. إذا سأكتب الرقم 3 بين أرقام هذا العدد 697، سأدخل 8 بين أرقام هذا العدد لكي أحصل على أكبر عدد، ثم أطرح العدد الجديد الذي تحصلت عليه بالعدد القديم الذي هو 697. إذا في الحالة الأولى سأضع 8 بين 6 بين الرقم 6 والرقم 9، فسأتحصل على 6897، أو يمكنني أن أضع 8 بين 9 و7 فسأتحصل
على العدد 6987. إذا ما هو أكبر عدد ممكن تحصلت عليه؟ إنه العدد 6987. إذا هذا هو العدد الذي نبحث عنه. ثم أحسب مجموع وفرق العددين القديم والجديد. إذا سنحسب المجموع، يعني 6987 زائد 697. إذا 7 زائد 7 تساوي 14. أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد. 8 زائد 1 9. 9 زائد 9 18. أكتب الثمانية وأحتفظ بالواحد. 9 زائد 1 10. 10 زائد 6 16. أكتب الستة وأحتفظ بالواحد. 6 زائد 1 تساوي 7. إذن مجموع هذين العددين هو 7684. الآن سنحسب فرق العددين، أي 6987 ناقص 697. إذن 7 ناقص 7 تساوي 0. ثم 8 ناقص 9 لا يمكن أحتفظ وأرجع الاحتفاظ. 18 ناقص 9 تساوي 9. 9 ناقص 7 تساوي 2. ثم 6 ناقص 0 تساوي 0. إذن تحصلت على 6290. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.